وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. شفت بقى الأربع أسامي اللي موجودة؟ هو سيدنا يعقوب وسيدنا إسحاق وسيدنا إبراهيم، هم دول الكرماء اللي سيدنا محمد قال له أنت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وبدأت القصة بقى الآيات وراء بعضها حتى تقترب الصورة، يعني حتى اقتربت الصورة من نهايتها. القصة الشهيرة الإخوات قالوا أبونا بيحب الصغنن ده أكتر مننا، يعني هو في أقوال لو كان صغير، في أقوال لو كان عنده 17 سنة. الحقيقة أنا ما عنديش يعني ما أقدرش أقول، إنما الكتب بتقول كده. المهم أنتوا عارفين القصة، إنه راحوا لأبوه قالوا على سيدنا يعقوب يعني، وقالوا له إحنا هناخده ونتفسح ونخليه يلعب واحد بتاعه وحاجات زي كده وتبسط. فقال لهم أنا خايف، هو من الأول الأحسن دي بياكلوا. قال له ما تخافش، ازاي ياكلوا ده احنا ناصحين ليه وحافظين ليه. وكان مكان، ولكن في واحد اقي منهم بقى، ده الاخ اللي هو يعني قلبه رحيم شويه، قال له ما فيش داعي تقتلوه، حطوه في غيابات الجب، حطوه في الجب كده، نزلوه تحت اللي هو بيجيبوا منه ميه، يمكن يلتقطه احيا اي حد ماشي. وخلي بالك هنا هتلاقي في الايات لما اقول لك التقطوا بعض السياره، هو الاول قال يلتقطوا بعض السياره، فعلا التقطوه بعض السياره هو في الـ في الـ في البير. وطبعا المعروفه اللي هي فصبر جميل والله المستعان لما تصفون، احنا بنردد باستمرار. هي في القصه دي لما جم قالوا له الديب كالو بتاع، ما اقتنعش بالكلام ده، واشترى بقى الراجل اللي في مصر ومراته. والقصه المعروفه ان هو قال لها طبعا عادينا ناخده، يا سلام ده ولد وبتاع، ناخده عندنا في البيت نربيه وبتاع، وده كان الحاكم في مصر. ثم توالت القصة، الراجل طلع زي القمر، سيدنا يوسف وهب شطر الحسن، عشان ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وهب شطري الحسن، فسيدنا يوسف وهب شطر الحسن، هكذا يقال في الكتب. ويقال أيضا أن هذا حديث يعني منسوب إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن سيدنا يوسف كان غاية في الجمال. فالست اللي خدته حبته، وقعت في غرامه، فحصل بقى القصة الشهيرة اللي هي بقى إيه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، كله تمام، أنا قفلت البيبان ويلا. قال لها معاذ الله، انا ما عملش فعل فيه ظلم ولا فيه بتاع، معيش ممكن الراجل ده اكرم مسواي اللي هو الراجل اللي رباه، وان انا ما عملش حاجه فيها خطيئه. هي قالت الان حصحص الحق، انا روضته عن نفسي، فاستعصم خلاص. يعني ما اي حد يقول لك ده سيدنا يوسف برضه فكر وكده وبتاع مش عارف ايه. فقصه بقى همت بيه وهم بيها، انا طبعا مش يعني ما اقدرش افسر ولا اقول حاجه، لكن في تفسيرات كتيره جدا جدا حلت الحكايه دي واوضحتها بشكل يعني صريح جدا ما فيهوش مشكله. وانا عايز اسالك، لو انت قاعد على القهوه وحد قال لك ده سيدنا يوسف برضه فكر وكده، اقول له بس استنى، هات اقلب صفحتين كده من الصوره، هتلاقي هي بتقول امراه العزيز الان حصحص الحق، انا روضته عن نفسي فاستعصم.